لسيدنا عمر كلمة رائعة يقول تعاد قلبك. العوام تقول كلمة أيضا رائعة، الإنسان حكيم نفسه، يجب أن تعرف مستوى قلبك موصول أم مقطوع، في خط مع الله، في مناجاة، في استغفار، في إنابة، في بكاء، في شعور بالقرب من الله، في رحمة على من حولك. لما الإنسان المعاصر يهمه أن يعيش وحده وأن يأكل وحده وأن يستمتع وحده وعلى الناس السلام. أخواننا الكرام، القلب قلب النفس. القلب المقصود به في هذا الدرس ليس العضلة الصنوبرية التي تضخ الدم إلى أنحاء الجسم، هذا موضوع آخر. قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب مركز النفس، كيف أن الدماغ ملك الجهاز العصبي والقلب مركز النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يمتلئ محبة أحيانا، ويمتلئ ثقة بالله، ويمتلئ رضا عن الله، ويمتلئ محبة للخلق، وقد يكون العكس. لذلك الصلاة من أجل القلب، والصيام من أجل القلب، والحج من أجل القلب، والعمرة من أجل القلب، والزكاة من أجل القلب، كل أحكام الدين من أجل أن تلقى الله بقلب سليم، بقلب ليس فيه شائبة، ليس فيه غل ولا حسد ولا قلق ولا خوف ولا وجل في قلوب المؤمنين من الأمن والراحة والسعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، لو قال كذلك لفهم معنى آخر وتطمئن بغيره أيضا، لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك، أي كنت في الدنيا أعمى. لذلك إذا في إنسان من آدم إلى يوم القيامة بالقارات الخمس يسعد سعادة حقيقية وهو بعيد عن الله فهذا الدين باطل مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل السعادة وكل التوفيق وكل التفوق وكل الفلاح وكل النجاح في طاعة الله، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. والحمد لله رب العالمين.